اكبر بكتير من ما احنا بنعمل حس. اليوم قدرتكم على تغيير مفاهيم يمكن اصبحت بالنسبه لنا مرسخه، الانقسام الطائفي بلبنان اصبح بالنسبه لكثير من اللبنانيين شغله غير قادرين انه هن يتخطوها. يمكن انتم من خلال الحراك تبعكم تخلونا نتخطاها. الانقسام السياسي الحاد حول بعض المفاهيم يمكن من خلال حراككم تخلوا انه لبنان يتخطى حتى التأم السياسي الموجود حاليا. اخيرا وليس اخرا، اليوم بدا تجديد، يعني الدم السياسي بده، التأم السياسي بده تجديد دم. يعني ما في شك انه اليوم معدل الاعمار بالمجلس النيابي بعد يعني عاليه مقارنه مع برلمانات اخرى، ووجود النسائي بالعمل السياسي ضعيف جدا، وهيدا مسؤولية شبابية، لأنه اليوم أنتم قادرين أنه يكون من خلال عملكم دور أكبر للمرأة، وبتمنى أنه من خلال تطوير هالتقرير يكون في تركيز على كيفية تمكين المرأة تلعب دور أكبر بصناعة القرار. بدي أكد الشيء اللي قاله معالي الوزير، أنه التوازنات السياسية هي اللي عم تخلي القوانين تتأخر أو ما تطلع. بدي أعطي مثلاً قانون الجامعة اللبنانية، قانون الجامعة اللبنانية نسمع فيه من 10 سنين وما زال بدون قانون جديد للجامعة اللبنانية. قانون التعليم العالي اشتغلت فيه بال2000 خلال سنتين مع كل الجامعات اللبنانية، حتى اليوم بعد 9 سنين حتى اليوم ليس عندنا نحن قانون للتعليم العالي في لبنان الخاص طبعا. لا بالجامعة عملوا قانون ولا قدرنا طلعنا قانون، يعني قديش بياخذ وقت العمل في عندما تدخل السياسه. نقاش جدا شيق، وبعتقد فينا نكمله بعد ما يعرضوا الشباب، تما كثير نتاخر على الاجنده. بس بدي اتشكر الوزير الدكتور ازعور على العرض اللي عرضه عن الكتاب وحتى عن عمل المنتدى، وهذا بحطنا قدام مسؤولية أكبر لنكمل العمل اللي بدأناه من 4 سنين. كمان اقتراح الأستاذ سيرج على مشاركة الشباب مع المجلس النيابي. نحن بالمنتدى مستعدين دائما لهيدا، بس ضمن كمان إطار نقدر نلاقي له صياغة، وهذا حضوركم بأكد، ونحن مستعدين. دكتور سيمون، أستاذ سيمون. أنا بالواقع بعتذر، جيت هلا بس ما كنت عارف باللقاء. تذكير بسيط، أنا رئيس لجنة شباب ورياضة، وبكلمة لجنة شباب ورياضة في عبارة الشباب. لسوء الحظ بلبنان كتير وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة اخدي الطابع الرياضي البحت، ونسينا من هذه العبارة، من هذه الجملة، كلمة الشباب. أنا اليوم كتير مبسوط أنه شفت أنه الشباب من خلال منتدى الشباب الاقتصادي عاملين طرح 33 فكرة لتحديث لبنان، والبديلكم إياه أنه نحن حاليا بصدد إطلاق 2012 تكون سنة الشباب اللبناني، وعم نشتغل مع الكثير من الجمعيات المدنية بالتنسيق مع وزارة الشباب ومع 12 وزارة من أجل مواكبة هموم ومشاكل الشباب بلبنان، إن كان من خلال الفرص العمل، إن كان من خلال السكن إلى ما هنالك، إن كان من خلال كمان متطلبات الحياة، من خلال orientation لما واحد بده يعرف شو بده يتعلم، لأنه كلنا بنعمل مهندسين ومحامين وما بعرف شو، سوق العمل بطل عم بيواكب هذه الطموحات. وبالتالي عاملين ورش تشريعية السنة القادمة من أجل مواكبة كل هذه التطلعات. وأنا كتير مبسوط أنه كمان في هذا المنتدى ما كان في معي تواصل بيني وبينه، وما بعرف مين المسؤول، وبتمنى يعني عندي دعوة هلأ مباشرة وصريحة انه يكون عندنا لقاءات ان شاء الله على السريع لنحضر لهيدي السنه 2012، يكون كل بمعزل عن الانتماءات السياسيه والانتماءات الطائفيه والمذهبيه والمناطقيه، نجتمع معنا، يصير في اجتماعات معكم من اجل نشوف شو فينا نعمل، نسن قوانين من اجل مواكبه هموم الشبيبه في لبنان. شكرا.
شكرا اكيد، وهذا كمان بيوصل يعني هي فريقين سياسيين مختلفين وصلوا لنفس النتيجه. تنقلكم انه روح الشباب موجوده هون. خليك بالنص، خليك بالنص. روح الشباب موجوده هون، نحن ما عندنا مانع ابدا نتواصل مع استاذ سيمو ابي رميا. وهلا خلينا خير الشباب وخير مجلس النواب واكيد برئاسه نسمع الشباب، وبعتقد فينا نكمل هذا النقاش. بتمنى منكم اللي مع نبقى تنسمع الشباب شو رح يقدموا اقتراحاته. انا بعتذر عندي معيد، ما كنت عارف، هلا كنت فوق قالوا لي في لقاء عن منتدى الشباب، نزلت بس لكم انه تواصلوا معنا، تواصلوا معنا. ندعو الى منصه الاصلاحيين كلا من الانسه زينة عمار، الانسه ان ماري ابو عزيز، الانسه ادريانا بوديوين، بالاضافه الى ميسر الجلسه الاستاذ سيدريك شقير. اول شيء بدي رحب بمعالي الوزراء اللي طلعوا على منصه الخبراء يعني واعطيونا واطلعوا على الكتيب واعطيونا رايهم فيه، وايضا حابب رحب سعاده النواب الموجودين اليوم والدكتور مصطفى بدر الدين يلي كان من احد المساهمين يعني بالمشروع، كان احد المؤمنين ان باستقلاليه المنتدى. واهم شيء بحب اشكر الشباب الموجودين هون، الكتاب تبع المشروع يلي بشكله اكثريه بركب القاعه، وكيف ثاقبت كمان يعني مثل ما قال يحيى اليوم 11 11 11 وفي 33 فكره، اليوم في 33 كاتب كمان قاعدين هون. نحن مبدئيا بمنصه الشباب في عندنا الانسه زينة عمار، الانسه اني بو عزيز، والانسه ادريانا بوديوان. رح نبلش مع الانسه زينة عمار. زينة عمار هي مبدئيا كانت مشاركه بورشه عمل جبل لبنان، و رح تحكينا عن خبرتها كيف طورت هالمشاركه المحدوده بقلب ورشه عمل لتعاون اكثر مستدام ومتواصل. تفضل يعني. اول شيء بحب اعرف عن حالي، اسمي زينة عمار، عم بدرس بالجامعه الامريكيه ثالث سنه علوم سياسيه، وتعرفت على عمل منتدى الشباب الاقتصادي من خلال مثل ما قال سيدريك ورشة عمل بجبل لبنان حول السياسات العامة، واشتغلت مع فريق من الشباب من ضمنهم أعضاء من جمعية نحن يلي بنشكر وجودهم معنا اليوم، واشتغلنا حول زيادة مساحات الخضرة بالمدن اللبنانية. أكثر شيء عجبني بورشة العمل هو حماس الشباب وتفاعلهم وأفكارهم المبتكرة، و يعني إن كان بالفريق يلي اشتغلت معه أو بغير فرق يلي اشتغلوا على مواضيع مختلفة من التربية للإسكان للنقل العام لغيرها من المواضيع يلي بتهمنا كلنا كمواطنين. ومن وراء هالورشة العمل تشجعت انه افتح ستودنت كلوب بالايو بي او نادي طلابي يلي هو عبارة عن فرع اذا بدكم لمنتدى الشباب الاقتصادي عنا بالجامعة، لانه يعني الى اهمية لتشجيع الشباب وتوعيتهم على مسؤوليتهم ببناء بلدهم، و يعني نشجعهم ليلاقوا الحلول المناسبة ويقترحوها وإن شاء الله يمشوا فيها، وتنبعدهم شوي كمان عن السياسة السلبية اللي كلها إيديولوجية ونحطهم أكثر بالسياسة اللي الملموسة اللي نحن منعيشها كل يوم. بدي أعرفكم أول شيء، بدي أقدم لكم السياسة العامة اللي نحن اقترحناها يلي هي عن زيادة المساحات الخضراء بالمدن. أول شيء ليه بدنا نزيد المساحات الخضراء؟ نحن يعني بلبنان من سنة 43 لل 75 ما كان شيء سياسات واضحة للمساحات الخضراء بلبنان. من ال 75 لل 90 صار في الحرب الأهلية وصار الوضع للمساحات الخضراء عم يتدهور يعني رجوعا لورا.
وابتداء من 2000 بلشوا يبينوا السياسات العامية اللي بتاخد بعين الاعتبار المساحات الخضراء بلبنان، ولكن لسوء الحظ كمان التنفيذ يعني غالبا ما لا تطبق القرارات. وشو نتيجة نقص هيدي السياسات العامة عن المساحات الخضراء؟ كلنا بنعرف انه نتيجة سلبية على البيئة بالنسبة للتلوث، وسلبية على الصحة، الصحة الجسدية، ولكن كمان الصحة النفسية، لانه كل ما في مساحات خضراء كل ما بده يزيد التوتر، وكل ما بده يزيد التعصيب والاكتئاب عند سكان المدن. وكمان طبعا غياب المساحات الخضراء بسبب غياب